لا. شو هي القرارات؟ تنقول اليوم انتم دخلتوا الندوه البرلمانيه، انتم داخلين على مرحله اصعب من المرحله اللي قطعتها. اللي بيعرف ما حدا عايش دينايل انه لا رايحين البلد رح يصير كثير احسن. طبعا اذا بدي بلش بالعناوين اللي هلا مطروحه، طيب اليوم نحن رايحين على بلد فيه رح يرجع تحرير سعر الصرف بشكل كلي لانه نحن عايشين بدعم وهمي. صحيح. انتوا العالم بس تبلش تدق ابوابكم لانه الناس رح تدق ابوابكم بعد 15 ايام، شو رح تقولوا لهم؟ شو مشروعكم بموضوع مثلا الكابيتال كنترول؟ نحن بشمالنا بتصور كل قوى التغييريه نانسي، مشروعنا شقفتين. اول شقفه وهلا بجاوبك على سؤالك هو وقف النزيف، في انهيار مالي هائل صاير، نحن علينا بس نفوت على البرلمان نوقف النزيف. هلا بقول لك كيف. الشق الثاني منه هو سياسي، وبالسياسه خلينا نكون واضحين ومباشرين، نحن بشمالنا عم نقول بدنا نستعيد الدوله اللبنانيه من ما خطف الدوله اللبنانيه، فبالتالي موضوع السلاح غير الشرعي خارج مؤسسات الدوله هيدا شغل اساسي لشمالنا ونواب شمالنا داخل مجلس النيابه. اللي هو سلاح حزب الله. طبعا سلاح حزب الله. يعني وبهالمعنى نواب شمالنا بس تجي اي بيان وزاري عليه جيش شعب مقاومه لا ثقه فورا قبل ما نقرا شو في بالبرنامج، نحن لن نعطي شرعيه لحكومه لبنانيه تشرع هذا السلاح، هيدا اولا. ثانيا فيما يخص انتخاب نبيه بري رئيس مجلس النواب، نحن لن ننتخب نبيه بري رئيس مجلس النواب، واذا انتخب نبيه بري رئيس مجلس النواب سنقول انه هيدي مشكله سياسيه كثير كبيره بالبلد لانه هو وغيره مسؤولين عن هذا الانهيار الكبير. فيما يتعلق بالشق الاقتصادي هذا الشق السياسي بعد لوعين يترشح هو اساسا يعني لوعين لوعين هلا هو مرشح يعني ايه انه لوعين يترشح بعد كمان رئاسة المجلس ما هي وقاحة نانسي حقيقة هيدي وقاحة ما شي مستفز انه نبيه بري بعد كل اللي عمله بعد كل اللي جربه يعني عن جد انه يتقاعد يعني عن انه على القليل بس يقول انه خليني استحي شوي وفوت على اهتم شوي بحياتي اعمل مثل ما بيقولوا شوية صلوات بركي الله بيغفر لي بهالآخرة على كل شيء اشتغلته بهالبلد بس ما النواب عم يتخذوه لك ما كمان يعني ما في وما عم يرشحوا غيره للأسف ما 14 أذار لما وصلت على المجلس انتخبته لنبيه بري رئيس مجلس النواب وحتى كل النواب اللي هن من طائف الشيعية اللي عم يوصلوا على البرلمان وبالآخر عم يرجعوا ما حدا بيترشح هيدي فكرة انه تحرير السياسة من هول الناس يلي مسكوا السياسة فنحن علينا نعلي الصوت نحن بهالمعنى اللبنانيين بس عم ينتخبوا اللوائح التغييرية الأنسية عم ينتخبوا مناضلين بالسياسة مش بس مشرعين ومش بس مراقبين قلت لي مثلا نحن بدنا نرجع الأموال للناس بوقت الكل عم بيقول اليوم انه الاحتياطي بعده نحن عم نقول صرفوا يعني أموال الناس نحن عم نقول ما في عصا سحرية الأنسية ما في عصا سحرية المشكل الاقتصادي والانهيار المالي كبير لدرجة واحد بده يصارح اللبنانيين لما البنك الدولي بيقول هذا البلد يرجع يتنفس بده 10 سنين نحن عم نقول لبنانيين اذا انتخبتونا ممكن ننزلها لخمسة وست سنين ما حدا لازم يكذب على الشعب اللبناني السرقه الاموال الدوله اللبنانيه واموال اللبنانيين مين بده يتحمل هالخساره طبعا الطبقه السياسيه بدها تتحملها والبنوك وحكميه مصرف لبنان نحن علينا كنواب نسائل كل هالناس مشان هيك اذا فتنا وهذا الشق الاقتصادي بجاوبك عليه نحن علينا اول شيء نسحب مشروع صقليه القضاء من الجرور ونحطه على الهيئه العامه ويعرفوا اللبنانيين مين صوت عليه مين ما صوت عليه موضوع المحاسبه نجيب حاكي مصرف لبنان وزير الماليه كل الوزارات الصناديق الى ما هنالك الهدر بدنا نفوت على اللجان نحن شو عم نقول للبنانيين انتخبونا لنكون صوتكم وعينكم دينكم جوا لنفضح كل شيء لتشوفوا حقيقه وين راحوا هالاموال حقيقه دور المصارف الكوميرسيال حقيقه دور رياض سلامه مش بشعبويه بعلم وبارقام طيب يعني بتحميل الخسائر يعني رح توصلوا هو اهم استحقاق اليوم قدام الكل انه كيف بدكم توزعوا هذه الخسائر من سيتحمل الخساره في البعض بيقول لا الخساره بدها تتدرج بين دوله مصارف مصرف لبنان وايضا جزء كثير كبير من المودعين اللي استفادوا من الفوائد في ناس بيقولوا لا انتم كيف بدكم توزعوا هذه الخسارات حجاوبك على توزيع الخسائر بس بدقيقه لانه عم تحكي عن موضوع كيف بدنا نحل الازمه الماليه اليوم نحن بجمهوريه اسمها الجمهوريه اللبنانيه هي بسميها جمهوريه النحو والحوالي والتقريبا اليوم نانسي بتقولي قد ايه الدين العام بيقول لك حوالي هالقد ما في رقم قد ايه اليوم نحن ازمه الكهرباء حوالي قد ايه عدد السكان تقريبا جمهوريه التقريبا كيف بدها تلاقي حلول ما هي ما عارفه اصلا شو اساس المشكله او ما بدها تعترف وتقول لك الحقيقه قد ايه الرقم الحقيقي واصلا كمان ما عندها داتا يعني لو بدها ما فيها فمنرجع منروح على نقطة أساسية يلي هي اليوم قد ايه باقي من الاحتياطي تخيلي وانت أدرى بيقولوا لك الأرقام بين ال 12 مليار وال 6 مليار يعني في 6 مليار
يا اما ضايعين يا اما موجودين وهن مش عارفين فيهم، وهيدي كارثة لانه بالستة مليار قادرين نعمل حلول كثيره. فاذا ما فينا نبقى بجمهوريه الحوالي والتقريبا والنحو نبني دوله، بدنا نصير لما نفوت على سلطه القرار نحن من جوا بالشرعيه اللي بتعطينا اياها الناس، بدنا نقول لهم غصب عنكم نحن يوميا بدنا نطالب بالرقم الدقيق اللي بدكم تعترفوا فيه قدام الناس لحتى نعرف حالنا، بدنا نلاقي حل، بدنا نعرف شو عنا لنعمل هيدا الحل، قد ايه معنا نحن مصاري بعد، وشو بدنا بعد لندق بالذهب، لانه هلا عم ببلشوا يهددوا بالدق بالذهب، وقد ايه اصلا الذهب كيف طريقه التعاطي فيه. انا ماني مع ابدا مع انه ندق بالذهب، ولكن ليش حدا عارف حدا في وضوح بموضوع الذهب؟ ما حدا بيجاوب اليوم شو مرهون وشو لا بموضوع توزيع الخسائر. انا كانسان ما بقبل الظلم، ولا يوم ممكن قول انه لو كنا ببلد طبيعي ممكن يندق بليرة لمودع، شو ما كانت ليرة مصاري حتى او فوايد، شو ما كانت هيدي الليرة ممنوع يندق فيها، لانه هيدا مودع تعب جنى عمره حطه بالمصارف، هلا عملوا له دعايات عملوا له غير دعايات، ولكن هيدا حقه راح حطه بالمصارف. اليوم بالظرف الاستثنائي اللي نحن فيه بدنا نكون صريحين مع الناس لما نكون عم نتعاطى بالسياسة مثلنا مثل غيرنا، بدنا نقول لهم اول حدا بده يتحمل مسؤولية هو مصرف لبنان، هو المصارف اللبنانية يلي ضحكت علينا وهي كانت عارفة من 2016 على الأقل وخبرتنا بجمعية المصارف بالمجلة وقتها فرانسوا باسين دفع الثمن انه صحيح الدولار بال 2016 بده 2018 بده يصير 5000 ليرة، وقتها كنا قريناها وصاروا الخبراء الاقتصاديين الكذابين لحوالي حاكم مصرف لبنان طلع يقولوا مش مزبوط ابدا هيدي حاشية الحاكم ما بيصير، لا قال لهم تقولوا له لا قتت الناس ترجع تطمن ترجع تحط مصرياتها تنسرق أكثر العالم. فإذا المصارف حاكمية مصرف لبنان كل هيدا المنظومة السياسية يلي من رؤساء الحكومات والحكومات كل وقت عم تروح تاخد وتجبر حاكم مصرف لبنان لأنه على أساس معتر مع أنه القانون بيمنعه أنه يعطيها مصاري، هول كلهم بده يدفعوا الثمن ليس فقط بالمصاري إنما أيضا بالمحاسبة لما نصير بدولة نبطل بشبه مزرعة. ولكن بتوزيع الخسائر اليوم ننسي كنا نقول للناس وعملناها مرة مع نجيب ميقاتي كنا بجمعية عم نشتغل على منع التدخين نجرب قد ما فينا نحد من خطر التدخين، قلنا لازم نعلي شوي صغيرة سعر علبة الدخان. رحنا على الحكومة وحكينا وقتها مع نجيب ميقاتي بعده لليوم نفس الوجوه، قلنا له حضرة الرئيس هون لازم ينزاد ولو 500 ليرة على الدخان، تعرف قد ايه انت بتجيب موارد على الدولة و500 بين ال 500 وال 1005 بتكون انت كمان في ناس بتخفف قد ايه عم تاخذ دخان، اعوذ بالله بدكم الناس تقوم علي، ليه عم بعطي هيدا المثل؟ لاقول لك اليوم انه ما بدها هذه الدولة تعمل سياسات من زمان، شو صارت اليوم علبة الدخان؟ ب 50 و 60 و 70 ألف ليرة، ونفس الشيء بأموال المودعين، شو عم بيقولوا لهم؟ نحن ما حناخذ لكم شيء من أموالكم، بس هن بطريقة غير مباشرة بالتعاميم اللي انعملت صاروا جزء كبير كبير من أموالهم. أنا مع وضع خطة، مع وضع خطة نقول لهم للمودعين هيدي الخطة بتضمن لكم حرفيا قديه انتو الماكسيموم اللي رح تخسروه اللي هو كتير قليل، قديه هيدا الماكسيموم اللي رح تخسروه بس انتو بتعرفوا شو رح يرجع لكم، لازم تعملوا خطة ما تضلكم مقتنعين معهم ما تعملوا خطة، لأنه عم بيقول لكم ما تعملوا خطة لحتى يروحوا مصرياتكم، لما تعملوا خطة وتكونوا انتو بهيدي الخطة عم بتقولوا قديه نحن بس رح نخسر وهو شيء كتير قليل، وطبعا مش كل المودعين شيء كتير قليل، ساعتها انتو بتضمنوا 80 و90% من مصرياتكم وهيك بتكونوا حفظتوا. طيب اليوم في موضوع سيادة كتير أساسي يعني بوقت الكل من قوى التغيير عم يرفعوا شعار حزب الله وسلاح حزب الله، في الموضوع السياسي الأخطر اللي هو ثروة اليوم وثروة الأجيال واللي هو ممكن تندلع حواليه مش بس معركة حروب اللي هو الخط الغاز. شمالنا أنتوا مع أي خط؟ خط 29 ولا خط 23 وليه؟ يعني اليوم البعض بيقول إذا لبنان ساوم وتنازل وقبل بخط 23 هو عفى حاله من ضغوطات دولية وحصار مالي اقتصادي ممكن يقضي على كل شيء عنده ثروات. البعض الآخر بيقول لا، إذا لبنان تنازل عن خط 29 يعني فقد كل ما يملك من أوراق قوة لمعاركه بالمستقبل اللي هي معركة نفط وغاز ومي، لأنه كمان المياه رح تكون أساسية. أنتوا شو تصوركم؟ شمالنا مع المؤسسات، قبل ما أجاوبك على هذا السؤال، شمالنا مع دولة، مع سلطة سياسية بتفاوض أخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين. سلوكيات السلطة ناس كلها
من وقت ما خلصت الحرب لليوم كانت سلوكيات قايمة على أنه محاصصة، وأنه شو بيطلع لي من هالشغلة وشو بيطلع لك من هالشغلة، كله في سبيل البقاء في السلطة أو كله في سبيل حماية النافذين في هذه السلطة. بهالمعنى بيجي موضوع الغاز بهالإطار. نحن مثل ما قال الدكتور عصام خليفة اللي هو صديقنا وهو من البترون ومنحبه كتير ومنجهله تحية، نحن مع الخط 29 طبعا أكيد، لأنه خط 29 هو الخط الأساسي الحقيقي اللي لازم لبنان يدافع عن حقوقه فيها. وبهالمعنى بيجي الخط 23 مربوط بالشق الأساسي اللي حكيت فيها من شوية اللي هو ممكن يكون في وراء تنازلات وهدفها حماية بعض النافذين وتحديدا صهر رئيس الجمهورية. بموضوع العقوبات الأمريكية منه سر، اللبنانيين صار كل شيء مكشوف قدامهم نانسي. نحن عم نحاول نقول للبنانيين شو؟ وانفجار 4A طبعا طبعا، وانفجار 4A والهروب منه والضغط على القضاء والى ما هنالك. نحن عم نقول لهم لا امكانيه لهذا البلد انه يقوم على اجره الا ما يكون في مؤسسات قويه. المؤسسات القويه بدها الناس شرفاء اوادم ابضيات يقدروا يفوتوا على المجلس النيابي يشرعوا يراقبوا يحكوا بالسياسه بطريقه جديده.